سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فسورة يوسف سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي حنان. ألف لام را، تذكني ذي اللياث من الكتاب ذي سبينا ذي القرآن النزري فيد أستعرف ذكات فهمم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نكون قد نحكو ثقصيط يفن مرة ثقسيدين إش القرآن قد نوحى أسقفت السندرة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسن يوسف ذاش ولغ 11 الدثران إطيج أقول تزيري ولغ تسجدني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن يسأها من مين ورحك ثرقي ثقيا يويث ما كذا اسما أذا كان دين ثك يذين الشيطان ذا ذو مقرن نذنذم يزقيدس. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أكدني أنك يختار بذكذا كستحفظ أتستفر والثيرقى أذك من النعم ينس فلك الثروة يعقوب أمكنني تكمل قبلك غفر جدوثيك إبراهيم يكذ إسحاق فبكل عالمش يوسع يسند ضب الرمور. لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فقيك ذي العلمات ذي يوسف ذو ثمثنيش إوي ذاك دستقسيا مثلنا يوسف ذي ماش بذثنا غي حمريثا أكثرنا غشكا ذي لكني سربعثيثنا بذثنا غي غرض طعس أنا غث يوسف نغوي ثتش أغروان داي بعد جثتش الحملان بذثوان أو ندقي موحدوان بعد تشيرين بصريحا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن يسيون ذي سن يوسف ورث نقثرا يقرف تسدير في القين يبعد القاعس يوث القفرة في دكش ما يلث عزم ذاين. قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أننس أبذ ثنغ أي غروراث تمنظ غف يوسف من فغر خير سد ثيذ نغزكا أذي الزعف الضذي العب أقرغ حفظ فلاس. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إن يسن بذث سن أرحزن ديغرين في الليل لو كان ذي يدو يذوان وقد غشنا وانتيج ما يلث غفر فلاش أن ندميش تثوشن ونكوني ترفع ثيذنا
إيه وشو يا غرا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مثل بن ذين عزما ذير ذير القين ثيرا أنو حيزد أمسا سوان الشتهني دخل برض نهني ورد تفقنا را. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وسند ثمت تسترون أغرب فهسن نزدحكون أننا سبب ثنا إمن روحان مزازال نجا يوسف القشنا يجث وشن من بعد اختفى نغث تمنض غشتل سيدننا. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وغرند صفقا دورفيس ثم السيدة من الكتاب يندهم غرى مغفون يخضع تنفسي ثنون يونيزي ننشطق ذمم أنصبر ثرث مرا ربني ذمعون غفين لدقرم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لسدي وثرق فلان شجعنا نهو من سن يمشي يضرقي حلاش ذق شدي يدا فلاش إن يش أي الخير يو أثن ذق شيء قيم أفرن تمزون للسرعة ربي يعلمك أخذ من زن زن تسسو مثاخص الشويت كان قدر من أما كنو دشقين يس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن يسو النثيغن ذي مصر رثم الطوثيس حذرث آثار ينفع نغث نقم ذمثنا أكسن سهري يوسف جمر مرة ذي القاعان ينسن من رذي يسين أم كيس فرم ثيرجا أربر يعير شاف اللاس لكن التصدي مدن والعريم نسوى الشماء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إميق الصوت غرقاز نفكيز النبوة تموسني ذا الفهما أكاقيد الجزاء النار يوذي خدم الإحسان. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكثي سيد السلمعون فين غيل لقو خميس ومن بعد ثرثي ببوران ثم يساها غور أقره الجغمانيو يند إنج ربي أثن سيدي يعوزي يومني ذقو خميس أثن ربحنا لا وذي خد عندي لمان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. في زي السوات وخار أقربي فكي يسطوع لو كان ماشي ذبافيس إجدي سخن البرهان أكين استرى فلاس ففضحين تشمثين نستدر عبث نختار
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أم ززاج غير ثبورث أثجف ذي في الدث قندورث أثشرق أستد غير ذفير وفنسي ذي صغف ثبورث ثنا وليس عي الجزاء وني يبغى نذي السيمس روشوري حشر حبس نغذر عثف قرحان. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين. إنيس أرد نتسات إيد يعني نغشر فيه الشهد ذك مولانيس يون الشهد إنياس مثشريث قندور فيس أغرزت تشيسيد النا نتسنغثني يسكدب مثشريث قندور فيس أغرز فير تشيسيد ينا نتسثثن سكدب. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مقزرة قندور فيس اثشرق غرد فيرس ينيس ذين فنن فقيتك يوذن خد فيك يوذن خد مقريث. يوسف ذي ووار شم استغفر ذي دنفيم أقلك متخ ذي ضطاس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ذلت هدرت ثلوين ذثم ذيت لسقرت استثمت طفل الوزير ذكري نسيذ يتضمع ثقنس النسر محباس يفضح وينك تخدم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مثل تجديعة ذيس اثشق عشت فعرضفت اثهقي استموخان اندرت تكت قاذت تفكي كل يوث ذيكست المستر ند الفشيا تنيس افغد غرست مثورتش ذهشثت لقد زمت ذيك فسننست عقضت انت شير الله وكري اللي ذي العذال وقذي الملايكات. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ثن يستذوقنين إشي يفتع يرمت نك قصدت نتيوهين مو يخذي ميني سنيغ أمضي قسفان ذي الحبس أذي يروث معيشن الدل النفس أهي شبيح أغسوري لله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن يس أذى بنو ذي الحفص يا خيريين ولا غين يتضربت ميلور ثري ضران فيك يذن ستفلي وقد غثمر غرصت أذي ليه ذقوذ يشضن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إن عمزد ففي سيرا فلستك يوذن نسد نستيسل لدي كل شيء العلم سوري سعي الحد بعد مزن ديفان الصح
وفنس حفسنا خير شل وقت اللي مثوى وال. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. حش من غل حفس يذس إن يسيون ذيسن أزرغ ذي ثرقي ثمزون اللي غزمغ ذي زورين إن يسوي الذيسن نكين إزري غمكن ذي الخبز يبغ فوق الروي رضيور ذيسن لثتن استفلو ياد ثرقنا نظرك لتخدم ذي الحسان. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إن يسنشان الطعام يكون ديوسانة تشم خبراك نديس قبر دياس ذيني استحفظ ذافيو نكيني قريين خضيغ الدين به والنمين شرب به يوم اللخارث. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تبع الدين اللجذو ذيو إبراهيم إسحاق يعقوب ولي اللي ومكش نقم يا ربي وين هي يشريك وقذ الفضل الربي فلنا غفيم ذن لكن التصديم الدن وشكر النعم ينس. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي رفقني وذخر الحبس دي ربيثني الطقثا، أي خيرنا غذ ربي أو حذ مريز مريوان كثع بذمس الجام ربي ذي شمون كانت السمان خلوان ذي جدوث نوان أربور دي في كيشال فرهان فلسن اللان ذي الصح يحكم ذي كفوس الربي يوم رد تعبث من التا أذوني ذي الدين الصح لكن التصديم الدن ولعلي من سوى الشمال. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي رفقني ودخل الحبس يونذه الذي يغال أذي سوى الشرف سيذيس ويضذي توصلب رضيورة الزين فلاس أذي نقفن ذك قرويس أن نسور نزل كلا إن يسن ثين ضران وينفيد استقسام. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إن يسيون ينوان ذي سن ذين ينجا فذري يدزف سيديك ذي نشتث الشيطان وذي اسمك ثرسي ذيس يقيم يوسف داخل الحبس أشحالك نسبة سن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين.
أكن عدن العوام ألم يرقى السلطان ينظر سبعة سيثان صحة لست سبعت سبعة نظن نضعفا سبعة يذرين زيزويث ثيظنين سقرانين العقال العلماء السفر ثيب ثرقثيو مث السفر ومثيرقا الننس وذروين يقزر ومذني ثرقيث ونشي ندن السفرو أين يلن ذروين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يندوين دين جندي الحبس يمكثد بعد ميتشو ذنك ديوين الأخبار وسفر الترقي ثقيم شقعتي كان على الحبس أي يوسف أو ثيفت السفريات سبعات شيثان صحت لهت السبعات سبعة نظن نضعفا سبعة يذرين زيزويث تيظنين سقرانين أكن أذقر غير مدن أذفه من ثرقي ثقيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يند أثنت زرعم سبع سنين مستبعا أينك نرث مهرم اجس سكن ذي ثيذرين حشش وطره تشم أدسن سبع وغرار ذي ستشم كثفرم حشش وطره زرعم ومن بعد ذي يسوس قواس غفر عبدد يغري الغيث أذتشن ذي سبع عصرا الفكية. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن يسن السلطان ثورة رحميث دويم مديوس غرث مرسول إن يسقل رسيذيه سرث في الخرث النير يجلز من نفس ننسد يعلم ربي كيف ننسد. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن يسد السلطان لشي كتب غير يوسف متقص ذم تسينور نرهي أن تسيد سير الله ورنظر ذي سيخ خسرا تنثم الطوث اللوزير ثل ذين فن الحق أذنكني في قصدا ومن السن الصفية. الله أكبر. وكني وكنا ذي حصو ورتخذي عقر غيافيس أربوري السوى ضران في كيوذن خدعان. حزب وما أبرئ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ورتزكي غيمانيو ثانفسي في الصعب عطاس استمر سوين نور نرهي عشان دا يسحون فافيو فافيو عفون عطاس أرنو يتشرد الحنان. وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني يسن السلطان ثلت رحميتي دويم وقث جغي منيو إمكن يهضر يدس إني ذق الساقية غورنا حدوك الصوض كل شيء مثل الدماغ إني يسوق مية غفر خزين القاع نكذ حفظة في الأسد السنغم شر خدمة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أكس السهر يوسف رمور مرة ذي القعام ذي شذي خذمك نبغى الرحمن نغن التكيت يونك إني نبغى نكنور نتضقي على جار أبو ذي خدمن الإحسان رجل الأخر في أكثر يوذي لند المؤمنين وذي يتسقث نربيا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وستند وثمثن القسف ششمن غرسي عقريثن نثني مثاقي جنرع مجن دفكين حوجن إن يسمن دقرن إلى قوني دويم إجمثون سبذثون أقلكم إذ لستواريم أمشي ونكثر غمريح وقمعون أمضيق يرهان ميثي دبي مرع ركيرو تسعيم غوري وليد سقربث قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون أننا سنكون نعرض أمكرا نغرف ذاش المجهود نغث نخدم ينيش نيخدم نيش أقمت السرعة دبين الزدخل قشورا سن أكني ما هاثة عقرا ميبضنسي مولا سن أكن هاثة دغرا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون ميقرن غذاذة سن أننا سببتنا منعنا ودن الساجو السدوك مثلا غيثنا أدن جوان حافظ فلاش قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن يسنع نتفغان إيوكنا كنا من غفلاش أكن كنا من غفهماش أضرب بكنك حفظا حدث بوضي حنا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بدفسين القش نسن وفنسل عني نسن ثغار الدرمي ثغرصا أننا سببتنا ذشي نفغى النهوكا أستنسل عني النا ثغار دلمي ثغرنا أدنجوي لوشور النا أنحفظ غفي مثنا أذن نسعف قبرغم في النار السعف قيس هلن
قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ينرس تكغيث ون ألم مفشوفك مية معناه أفي عاهد المشافك نفس النسان صرب بذر في درم حاشا مفتوى غرفم إمي تشوف كين ذيني ينيش نفان ربي ذو خير غفين دننا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن يسن أثروا ورخش مثيوث التبورث انفرق فالثبورا ورترغ الشمع فاللون يفغى ربيا لحكم ذو قفص الربيا فاللسكن رتشلا يرزم فاللستشلان وذكي لند المؤمنين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إمي ذي نكشمن أكن يمر وذث سن وليتسرر الشماء فلسن يفغى ربي حشان يفغى يعقوب الذقوريس يسوف غثيد يسند شو يسنمرا لكن تصديم الدن ولا رمل شو الشماء. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إمكش من غير يوسف يغر فيه مسغرس إني يسنكي ذهماي وركسقين هنمانيه غفينك لخدمن. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. مزن دفكين حوجن يجرمد ست كثيرا ذخر نسعف قال هماس يفرحوا في الرحي النا أرقف لا غثن ثكرم إننا سمي القرف غرس نشو ثكوني روحا إننا ستي روحا أمود الكيرن السلطان ونفي دير نذيوي أسعف قجي ونورغم أقرن كنظ من غست. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إننا أحق ربي أرث على من أساد أن استفسد القاع نكنور للذي مكرضا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أننا سمح الجزاس ماذا قلت سيد فم أننا سيد الجزاس ونغث فم ذي القشيس ذ نستمي ذي الجزاس ذ وقني ذي الجزاء غور نغب ذك يخرن. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يفذذ الحويج نسن وقبل الحويج نكماس يكسي الدرقش نكماس أكاكس نمري يوسف في حرسة يطفي ماس وريس مرض يطفي ماس ذي القوانين السلطان حشم يفغى ربي نسري الدرجة أبو ذا حنين فغا خبني اللان في العالم
إلا عرمث يهرن. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. النند ميل لا يخر ولده مسيح القبر يفرس يوسف ذقريس وسنتدي سكين ران إن يس ذقريس كان أذكن وغيثهم شوما ربي يعلم كدنام. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أن نشيد الوزير ذبس ذمغر والسور أخثر ذهنه ونثبغيض أتتفضق مضيقيس نظرك تخدم ذخير يند أغنجو ربي أنا الطفوين غرنو فيه الحاجة نغي روحان إيه مكني نظرم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن برح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ألم يسن ذيس هذن بهرس إنهم قران ذيسن يكثر من ذبثون سشفك ربي تعهدم أكاكي تخذ عميقي العهد تفكم غف يوسف ورجج ثموثا حشم سلذن بفا نغيقمد ربي التويل نسيق حكما إحكما. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وغرث غربة ثون إن ثسث المكيوفر إن شهد سوي النظرة أرن وكر يخدم سور ثدثين الله ذر قفرا إذ جدنا الدا أقرغ تشيدنا النام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إن التنفسي ثنون إيوني زوقن كتخذ مم أنا صبر ثلاث مران أهثر بيثني ديار إيشين إيشن التايعلم إيشن يضب الرمور. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يجثني روح لسقار أيولي ويفنك الحزن غف يوسف فنده الله النسعين من لريث ذي الحزن نسيغضاف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أننا سحق ربي مكد السدر ذي يوسف ذرت غرض ذموضين نغسن غض منيش إن ذي ربي مش شفيا لغفيني وذي غفرنيو أقرع المغور ربي أسوي النور ثالمم أثروا روح قلبث غف يوسف نستده ماش ذي الرحمة ربور تيسث أثنو ذي يتيسن ذي الرحمة ربي خفرا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا
إن الله يجزي المتصدقين. إنكش من غير يوسف أن النسيد الوزير يطفغ رزي الدروشور السرعيد نبوين تخوص اكثير غير كيرير هان نطمع غد زقفض أثنى ربي يتكفي وذلك تزقفا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أهنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن ياسن مضحصان لشوية كشن تخدمم يوسف التذيماش إم يكون وثاري من إن نسعني ضصح لشتيني من يوسف إن ياسن التيني إذ يوسف وقيلك ما إن أحمد ربي فلاو وني يتقوذني صبار رب يتضجع رجر رب يخد من الحسان. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. أننا سحق ربي فلن غفظ لك ربي لكلنا اللذ الغلطين إن يسنوري لي فلو نسق غريف غربر ونسمحن الرحمة حدر تبيض تقنظر ثواويثت ذقافت فوث من بذا أديو غرمزي في ظر وغارث تساوي مديث ون إمو ذن ون مرا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. مثل ذات ذو القفلة ينيس مبث سن تجد الريح يوسف مو يدقار مثل رض أن نسحق ربي أرمز ذلك ذي الخطا أكن فلزك نير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مدي بضون في فشرن شثقن ضرث النق وسف إذ قرست تدغف وذميس يغارد دمزي في ظر يند ونني غرا أقريع المغور ربي أي نرث علي مرا. قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إننا سبب ثنا ضرفغ السماح ذي ربي أذغ يعفدن في النار نكلين اللذر غلطين إن يسنون ضرفغ أذغ نسمح ذبيو نستيت سمي حطاس يرنان يشتر الحنا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إميكش من غير يوسف غرس قرض الولد نيس إن يسحش مثل مصر إن شاء الله ذي سلمان ون. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هو أكبر يسغم الدر والدنيس أغفر عرش غريدي سيس جعش الكسين السلطان
نثني حنان السجدناس إني سببا ذوا إغيث الثغفر قثيو يقمص ربي قفر في الصح إن عمد في اللي نطاس ميدي السفغ ذي حبس يسفش نكون إدغاث مذيد بعد ميدي شم الشيطان يجري نكذ وثمثنيو أفن ربي يتسهير أين يضغى ذي رمور العلم يسري يسعي الحد يسند يضب الرمور ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يدعى يوسف النياس ذا وثفكي ضييد حكمة الصحف الضيين ذا السفر واثيرقان أي خلقي هنوان ذا رقع اجتمع ونيو في الدنيا ذي الأخرف نغير كذي نسلم يسدو يد الصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وقذ الخضر غذا ذو حكت دنوحا رسل لغري ذ سن إما كنت مشاورا هذا سهقين فحسفين اللن وتصدم الدن ذر محرك نذمن غفز قص عصة أرثف غض الخرص فلاش نستذر القرآن ذا اسم كثير يذخر قثك الملان وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أشحال لمريلان ذك جنوان يكو ذي القعام أتعدين فلست نهني وردشقين ذي ست أتص ذي سنمار منن سربز ذنو نشريك أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورقثنا لثني دياس لعثف ربثني غوم نغد يس يوم الحساب نهني مرفني فلاش إناس نذوي ذي فريذيو جب ذغد سفريذ الربين أرمغذ وقي الصواب نكذوي ذي يثبعان ربي مقرض الشنيس نكس قمع شريح وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وذاك دن شقع قبريه ذي رجاز مدن سوحيا ذي قذي زغن ثذرين أعني مرحين لا ذي رقاع مكنا ظران أمثل لثقرا أبوذي اللين قبر سن ذا خمال لخر تخير ذوي ذاك يتسوذن ربي أنت سكرا قنون حتى إذ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ألم ميسن جنبيا أنوان ذينس وشيد فن أثنذ يسن صرنا أن الجو ذاك نفغا حدوري يسترى العثاب أغفذي اللندم شمن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذي تقصيدي نجينسان ثلال عفري وحدقا ماشي ذي الهضور الكثير ذو كذي وين زوارا للكتول أفن ذا بين كل شيء ذو الله يكتر الرحمن إيوذي اللان ذي المؤمنين.